به في الفترة الأخرى نقرأ في برشا أخبار على الفنانين. معناتها قبل كان يقال الشاب أشير، تعرف أني مش من قلبي نقول لك الكلام هذا، داخل خارج داخل خارج على السجن. اليوم وكأنه لعنة السجن بالنسبة للفنانين مش حابة تقف. تبعت قضية نور شيبة ولا ليه؟ شوية كتبت حاجات. والله بصراحة ما كتبتش، تعرف علاش ما كتبتش؟ مش ما يسبوش. وهذا ميساج نحبه يوصل لنور شيبة. نحبه ونقدره ونحترمه. وقت غسرت يكلم الوالدة وقال لها أي حاجة تستحقها وكل شيء باش يعاون، وكتب زاد هو ويرحم والدي ويعطيه الصحة. أما يكتبوا الناس الكل عادي جدا، لو كان نكتب أنا تشوف السبين وتشوف الحالة تنولوا الكلنا متاع مخدرات والكلنا متاع مشاكل والكلنا متاع حبس، وشوف شكون الجزار يعظم على مراكزي وكل فازات الكل. وليت خويا حطيت ندعي له ان شاء الله ربي يفرج وحلو مر وقت اللي قبل ما يروح. اما كتبين صراحه ما كتبتش وما هبطتش، خاطر مش نعرف مش نشبع انا سب وهو مش يشبع سب معايا. مش تولي لغه شكون عاد اللي يتكلم عاد شاب بشير ويتكلم على نور شيبة وقضيه كيما هكا، ونوليو كنا شبكه مربوطه ببعضنا ويمكن نزيد نحير عليه برشا حاجات اخرى. أما نور شيبة في قلبي إن شاء الله ربي معناتها يخرجوا منها سلامات، وراو من نهار اللي سمعت بيه وأنا كحد يالي. كيف كيف زاد توقف والدي التونسي؟ والدي التونسي ما كتبتش شيء؟ ما كتبتش لنفس السبب؟ نفس السبب. أنا كما كنت تحكي أنت، أنا أكثر فنان في تونس محطوط لي عديت حبس وندخل الحبس ومشاكلي مع الحبس. روكي مش يجي واحد لا قدر الله يدخل المكان هذاك وباش نتكلم عليه انا، راهو عباره ايسونس ونصب عليه في النار ولا نعم في حكايه. معناتها راه مزيد الله هبها الحكايه ومزيد نكبرها. هذاك علاش ما كتبتش؟ معناتها غريبه، تحس انك وليت مشبوه معناتها ولا مش نحس؟ متاكد لان مشبهوني وشبهوني، وانت تعرف الضربه ضربتين. الشاب بشير اكثر واحد معدي حبس في الفنانين، الشاب بشير ضربه كل عام يدخل الحبس. معنى ده هادي خوي إذا كمش نتكلم أنا عرفت هكا جزاري عظم على مريك جيهاكم كلكم بيكم وعليكم وكذا، وانت تدافع عليهم وانت أكثر واحد مريم دي فيهم، وذاك علاش حبيت نجبد روحي. كلمت وليد التونسي لأن وليد خرج من الحكاية شيكا دون رصيد وسكر ملف متاعه. وليد أنا سمعت بيها اليوم الصباح اللي هو روح. انا ساعات نبقى بنهارين ثلاثة ايام من نراكش في جبل خويا، نعيش في جبل مع حيواناتي، لا عندي لا ضوء لا عندي لا ماء لا عندي انترنت. نركش خويا من طرزون طرزون. حتى سمارة قال لي يهزني معاك نولي طرزون. شو عندك جبل وحيوانات؟ اي نمشي خويا، لا عندي لا ماء لا ضوء لا دار لا حتى شيء. قيتون وغلم وحشك كلاب وزويل وعامل جو وحدي خويا، وما نخدمش نمشي نقعد غادي نهارين ثلاثة ايام نقعد غادي. لا تليفون؟ ما عندي شيء، لا تليفون لا حتى شيء. رسمي لي قشبيه وكوفيرت. وعليه؟ هكاك كرهت الناس؟ مش كرهت، نتجنب. ابعد على الشر وغني له. كي يجيني قسم نمشي نخدم على روحي. ما عنديش خويا خدمه باش نمشي نخدمها، ولا ما عنديش رونديفو اكيد باش نمشي نقابل الناس. نمشي نقعد وحدي خويا، نطيب خويا على حطب وعايشين ونشعلوا النار ليه خير. معناتها ما بين رفقه السوء وما بين الانسان يقعد وحده. اكيد انه الانسان يقعد وحده خير من رفقه السوء بالطبيعه. هذه معناتها متفقين فيها به.